اهلا بيكم في فقره جديده وخاصه جدا وجمالك من الطبيعه. النهارده الحقيقه فقره مهمه جدا لان هي بتتكلم عن مشكله منتشره جدا عند كل البنات، ودايما بتقعد البنات تقول تساقط الشعر، الثعلبه، الصلع الوراثي، هل فعلا ليهم زيوت بتعالج المشكله دي؟ انا النهارده جايبه لكم زيوت سحريه جدا قويه جدا من اورا، زيت دهن التعبان الهندي وخلطه السبع زيوت لعلاج وتطويل الشعر وعلاج الصلع الوراثي. لكن مهم جدا زي ما قلنا كل مره نعرف ايه هي الاسباب الداخليه للمشكله اللي موجوده عندي في شعري او بشرتي، وايه هي الاسباب الخارجيه. لو هنتكلم عن الاسباب الداخليه لتساقط الشعر عند البنات وممكن كمان الاطفال، وكمان بنلاقي رجاله عندهم تساقط شعر وصلع وراثي، اغلبها بتكون مشكله وراثيه، يعني دايما بيكون الاب والام عندهم بصيلات الشعر ضعيفه، فبالتالي الولاد بيطلعوا بنفس الشكل، مع كمان العوامل الجويه وتاثير الشمس، الصبغات، البسين، التسريح الغلط، الشامبوهات، الكيميكالز اللي احنا بنحطه على شعرنا، دي كلها حاجات بتاثر كتير اكتر على مشكلة تساقط الشعر. النهاردة هنتكلم عن ايه هي الوصفات السهلة والبسيطة اللي احنا نقدر نعملها، ايه هي الزيوت المفيدة لتقويض بصيلات الشعر. اول حاجة هتكلم عنها هي دهن التعبان الهندي. دهن التعبان الهندي وهو موجود يعني بس عند اورا، خام وبيور ومستورد من الهند، من الزيوت القويه جدا لتطويل الشعر في وقت قياسي جدا، كمان بيعالج تقويه بصيلات الشعر. هخلط معاه خلطه السبع زيوت، الخلطه دي فيها كل الزيوت المفيده لتقويه بصيلات الشعر، فيها ثوم، بصل، جرجير، خروع، سمسم، ارجان، كل الزيوت المفيده، وكمان بيور جدا وكمان خام قوي، فبالتالي تاثيرها بيكون قوي جدا. هنخلط كميه قد ايه؟ بتكون حسب طول شعرك. بتخلطي كمية في طبق من دهن التعبان، يعني مثلا هنخلط معلقتين من دهن التعبان الهندي مع معلقتين من خلطة السبع زيوت. هنستخدمهم ازاي؟ هنبتدي نقلبهم كويس جدا ونبتدي ندلك فروة الراس لحد الاطراف، وبنسيبهم من ساعتين لاربع ساعات. لو انت شعرك جاف بتحطيه على طول من غير ما تغسلي الشعر، لكن لو شعري دهني وعندي افراز زيوت عالية في مسام الشعر فلازم ان انا اغسل شعري كويس جدا قبل ما احط الزيوت علشان الزيوت توصل لمسام الشعر. بنحطهم على الشعر ونقعد من ساعتين لاربع ساعات، وبعدين نبتدي نغسلهم بالشامبو. عايزه اقول حاجه كمان، لو في حد شعره خشن جدا او ناشف جدا ومحتاج ترطيب اكتر، ممكن نضيف على المجموعه دي معلقه زبده شيا ومعلقه عسل، كمان نتيجتهم بتكون قويه جدا. نيجي بقى لمرحلة غسيل الشعر، وهي من المراحل القوية جدا والمهمة جدا في روتين علاج تساقط الشعر والصلع الوراثي والثعلب. لو احنا عملنا كل الحاجات الحلوة دي ولقينا نتائج قوية جدا، وبعدين ابتدينا نغسل شعرنا بشامبو فيه كيميكالز او فيه صوديوم او سلفات، ايه اللي هيحصل للشعر؟ هنشيل كل الزيوت اللي احنا حطيناها على الشعر، كمان الشامبوهات دي بتشيل كمان الزيوت الطبيعية الموجودة في الشعر، فبالتالي بتزود التقصف، بتزود التساقط، بتبتدي تعمل فراغات في الشعر. هنستخدم النهارده، انا معايا شامبو قوي جدا، مجموعه الشامبو من اورا، ده الشامبو وده البلسم بتاعه وده حمام الترميم، دي مجموعه زيرو سلفات زيرو صوديوم، مجموعه قويه جدا جدا لعلاج تساقط الشعر، في منها بزبده الشيا وفي منها بدهن التعبان لتطويل الشعر. المجموعه دي هتعالج شعرك تماما، هتوقف التساقط تماما، هتطول الشعر في وقت قياسي جدا. انا بتحداكم ان انتوا قبل ما تستخدموا المجموعه دي هتقيسوا طول الشعر، وبعد شهر هتقيسوا طول الشعر وهتلاقوا نتيجه قويه جدا، وانا بوعدكم بده. اتمنى الفقره تكون عجبتكم. احنا كده وصلنا لنهايه فقرتنا، لو في اي اسئله ابعتوا لنا على بيج اورا ناتشرال سيكريتس، او كلمونا على الارقام اللي هتظهر على الشاشه، او شرفونا في فروعنا اللي هتظهر على الشاشه، حلوان، شرم الشيخ، زهراء المعادي، وبني سويف. نيجي بقى دلوقتي لفقره الاسئله، واحنا كل مره بناخد اسئله بتخص الفقره اللي احنا بنتكلم عنها. اول سؤال من رضوى، هل الزيوت دي تنفع لبنتي؟ هي اربع سنين، او طبعا دي زيوت مفيده جدا، بتقوي كمان الشعر وبترطب الشعر قوي. في كمان منا بتسأل، هل حمامات الزيوت بتأثر على الشعر الفاتح؟ لا، لو حطينا حمامات، حطينا الزيوت بعد الشاور وقعدنا بيهم، ده كده بيأثر على لون الشعر، لكن لو حطيناها حمام زيت ده مش بيأثر على الشعر نهائي. في بعض أنواع زيوت زي زيت الزيتون بيأثر شوية على لون الشعر. كمان في من آية بتسأل، ايه اقوى زيوت لتطويل الشعر؟ دهن التعبان من الزيوت القوية جدا على مستوى العالم يا آية، ان هي بتطول الشعر في وقت قياسي جدا. ممكن لو انت حابة حاجة اكتر تضيفي عليه كمان اكتر، زيت الجرجير من الزيوت كمان الحلوة قوي لتطويل الشعر، فانت ممكن تضيفي على الخليط ده
زيت الجرجير. احنا كده وصلنا لنهاية الفقرة، اتمنى الفقرة تكون عجبتكم، استنوني فقرة جديدة وجمالك من الطبيعة.